السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى التقييم الدولي الجزائري اللاعب رياض محرز في المواجهة التي جمعت بين فريقي مانشستر سيتي وفريق ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي، المباراة الفاصلة بين أحد النادي المتصدر والنادي الوصيف في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. سوف نرى التقييم الدولي الجزائري. رياض محرز الذي شارك بديل في الدقيقة 75 ولعب ربع ساعة في المباراة. طبعا سوف نرى التقييم من موقع الشهير سوفا سكور في تقييم اللاعبين، حيث تحصل الدولي الجزائري ريال محرز على 6.5 كتقييم على أدائه وعلى مردوده اليوم في مباراة كانت صعبة على فريقه مانشستر سيتي. ودخل ريال محرز في وضع كان فريق ليفربول مستحوذا ومسيطرا عن المباراة. في تلك اللحظة دخل ريال محرز في الدقيقة 75، قدم أداء متوسط اليوم، لكن نتمنى له أن يقدم أداء جيد في المباريات القادمة وأن يعود إلى التسجيل مجددا. نعرف أن رياض محرز غاب عن التسجيل في المباريات الأخيرة مع فريقه مانشستر سيتي، نتمنى له التوفيق والعودة إلى التسجيل مجددا وزيارة شباك الخصم في الدوري الإنجليزي وفي بطولة دوري أبطال أوروبا. طبعا هذا هو التقييم الذي حصل عليه، 6.5 كتقييم جيد وتقييم منطقي لأداء رياض محرز اليوم. فلا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لكل جديد، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.